سالو مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد لو تام جديد. ديجا خدمت معكم بزاف ديال النماذج اللي كيتحطوا كيتعاودوا في الجهوي، دونك انا كنشوف هذوك اللي كيتحطوا بزاف وكنخدم عليهم. بالنسبه لهذا لو تام ديال لو ترافاي دي زونفون، غادي تلقاو بزاف لي تام اللي كتشبه لي ديجا انا خادمهم، يعني تخلي الاطفال البيئة ديالهم. مهم بزاف غادخلوا البلاي ليست، غتلقاو لي سوجي كاع اللي محتاجين ديجا، يعني بالنسبه اللي جديد في القناه، يعني قبل ما نبدا شوفوا يعني الجهه ديال لو ديرني جوردان كونداني خدمها بوحدها، لا بوتا ميرفي انتيغون، يعني كل شيء بالاناليز ديالو، كيستيون ريبونس بلي برودكسيون بلونغ اتسيتيرا. دونك نقراو السوجي. دونك هنا عندنا سوجي دو لا ديسكوسيون، لو ترافاي دي زونفون اي ان فليو سوسيال، ان العمل ديال الاطفال هي واحد الظاهره ديال يعني واحد الظاهره سوسيال يعني اجتماعيه كي كونتينيو ا سيفير دون لو موند بريفون، يعني اللي مازال هي مستمره في هذا العالم هذا، يعني بعنف بواحد الطريقه اللي كتحرم دي مليون دونفون، يعني الملايين من الاطفال دو لوغ دغوا، يعني كتحرمهم هاد انا الدراري باقيين صغار وكيخرجوا يخدموا، هذه واحد الظاهره اللي كتحرم الاطفال من الحقوق ديالهم لي بلو بريمورديو، على الاقل بريمورديال يعني الاساسي، يعني حقه الاساسي في انه يقرا في التعلم، حقه الاساسي في انه في يعيش طفوله عاديه اتسيتيرا. دونك هذا بالنسبه للسوجي ياك. دونك حنا غادي نشوفوا لي كيسيون، حيت حنا غادي نخدموا كاين واحد بزاف ديال لي بلون، كتخدم بالبلون سامبل، كتخدم بلون ديالكتيك اناليتيك، يكون فيه تحليل مثلا، كتقول هالاسباب علاش وها النتائج السلبيه وها الحلول اللي ممكن نقترحوا، يعني ماشي غير كتخدم سامبل صافي لي زارغومون ديالك. دونك نشوفوا اما يعطيوكم مثلا كو بونسي فو دو سو بروبليم، اش بان لك في هذا البروبليم هذا ياك، واما كيعطيو بهاد لي كيسيون. دونك انا درتهم هنا بجوج، غايقول لك كيل سون لي كوز، شنو هما الاسباب كي بوس لي زونفون ا الي ترافايي، شنو هما الاسباب اللي كتخلي اللي كتجعل لي زونفون اطفال انهم يمشيو يخدموا ا اناج بريكوس، يعني واحد السن اللي هو باقي بكري، اي كيل سون، يعني بعدا نقولوا الاسباب، يعني هاد النص هذا هاد التحليل يعني هاد لا برودكسيون تكون بعدا نذكروا شنو هما الاسباب، ومن بعد نقولوا كيل سون لي كونسيكونس، شنو هما النتائج اونجوندري اللي كتولد لينا بهاد الخدمه هادي باغ لو ترافاي دي زونفو، يعني هاد لو ترافاي هذا شنو كيولد لينا، عندنا واحد السلبيات كيوقعوا، يعني نقولوهم نذكروهم من بين السلبيات بزاف، نذكروا ثلاثه، يعني الا ما عندك ما يتقال على الاقل تكتب ثلاثه ترافاي دي زونفو، بروبوزي كيلكو سوليسيون، من بعد نقترحوا شي حلول كو فو جوجي اوتيل اللي كيبان لك انهم نافعين افان دو كومباتر، يعني باش نحاربوا بور كومباتر، نحاربوا يعني نتقاتلوا مع هاد سو مال سوسيال، يعني مع هاد لو مال اللي كيأذي الاطفال كي لو ترافاي دي زونفون. اذا غنقولوا شنو هما الاسباب، شنو هما النتائج السلبيه، ومن بعد نقترحوا شي حلول. الوغ دونك نبداو نخدموا، ديما لا بروديكسيون ديالنا كتقسم لثلاثه، خصكم في الامتحان ديروا لانتروديكسيون، مقدمه، ديفلوبمون، اي لا كونكلوزيون. بالنسبه لانتروديكسيون كنعاودوا هذاك السوجي اللي كيعطيوكم، كنعاودوا نغفورميلو، يعني كتعاود دير اعاده الصياغه ديالو بطريقه اخرى. هو قال لك هذه واحد الفليو ظاهره، انت كتقول هذه واحد فينومين ظاهره، يعني كتعاود نفس الحاجه، كتبدا لها شي كلمات، يعني كتعاود في المقدمه كتعاود تاخذ السوجي ديالهم. داكوغ، نول نو بونيي، حتى واحد ما يقدر ينكر كو لو ترافاي دي زونفون، ان الترافاي دي زونفون تشغيل الاطفال ولا العمل ديالهم اي ان فينومين تري ديباتو، يعني فيها نقاش هاد الظاهره هادي، شاك جور اون نونطون، يعني كل نهار، يعني هاد الظاهره معروفه، كل نهار كنسمعو اون نونطون دي زونفون كيت لو ريكول، يعني كيغادرو المدرسه ديالهم pour aller travailler باش يمشيو يخدمو et subvenir aux besoins de leur famille، يعني ايدي باش يساعدو للاحتياجات ديال العائله ديالهم، يعني انهم فقراء كيمشيو يخدمو يعاونو والديهم. دونك هما حتى هما عطاونا اسباب، شنو هما لي سوليسيون، شنو هما كونسيكونس، كنعاودو نفس السؤال alors quelles sont les causes majeures de cet phénomène، يعني ديال دو سو فينومين، هما الظاهره هذه
سي كونسيكونس للسلبيات ديالها، من النتائج ديالها السلبية، التأثيرات ديالها. اي كومون بوتون ريدوير، وكيفاش نقدروا نقلصوا؟ يعني هنا حلول. ملي كيقول لك بلاص ما يقول لك اكتب ليا نيجر شوما لي سوليسيون، كيعبرها لك تكتبها بشي طريقة أخرى. فما يكون عندكم شي سوجي فيه يقولوا ليا لي سوليسيون، ملي تبغي انت تطرح السؤال حيد داك كلمة سوليسيون وكتب يعني كومون بوتون، يعني كيفاش نقدروا ريدوير، يعني نقلصوا سي زامباكت نيجاتيف، يعني التأثيرات السلبية ديالو سيغ لي زونفون، يعني كيفاش نقدروا، يعني حلول شنو هما كيفاش نقدروا نخفوا، ماشي يعني كيفاش نقدروا نقترحوا الحلول. دونك غنبداو يعني دابا درنا لانتروديكسيون، نبداو ديفلوبمون. غير هي في ديفلوبمون عندنا حنا ثلاثة لي كيسيون غنجاوبو عليهم، لي كوز نقول الأسباب ولي كونسيكونس و لي سوليسيون. يعني اول حاجه خصني نبين للاستاذ اي صحح ليا انني راني نهضر على بدا دابا على نهضر على لي كوز، يعني خصني ندير واحد الجمله بحال الدخله كنبين انني راني نهضر على لي كوز وعاد نقول شنو هما لي كوز، ماشي نيشان نبدا اولا ثانيا انت لا، نبدا بعدا شويه بشويه. الو نقول لي غيزون، ما نقولش لي كوز، نبدل بكلمه لي غيزون، الاسباب كي بوس لي زاليف، كتدفع لي زونفون الاطفال ولا لي زيلاف اكيتي ليكول انهم يغادروا المدرسه سون ملتيبل، هما عديده بزاف الاسباب. ونبدا تو دابور، اولا يضر خصني داك اولا ثانيا، اولا لا بوفروتي، اول سبب كيخليه يخرج من القرايه هو الفقر، اي لون دي كوز ماجور، هما الاسباب الاساسيه الكبرى كي بوس لي زانفون، اللي كتدفع للاطفال اترافايي دون دي كونديسيون ديبلورابل، انهم يخدموا في واحد الظروف اللي سيئه. من بعد المهم ظروف ديبلورابل مؤسفه ايتترا، كنديرو اونسويت ثانيا لينيورونس دي بارون، من بعد الفقر كاين الجهل ديال الاباء، كونتريبيو هذا الجهل ديالهم كيساهم كونتريبيو اوسي ايضا ا روندر سو فينومين، كيزيد يرجع لنا هذه الظاهره دو بلوز اون بلوز الارمون، ان الظاهره كيزيد يجعلها لنا يعني كيزيد يخلق مخيفه، كيزيد يرجعها مخيفه، انهم كثرت ما هما جاهلين يعني ديما يبقاو ولادهم يخرجوا يخدموا. سي ديرني ني سون با كونسيون دو دونجي، سي ديرني هاد الاباء هاد يعني ما كنقول سي ديرني هاد الاخر، يعني انهم واعيين ني سون با كونسيون دي دونجي، بالمخاطر كي مناس لور زونفون، اللي كتهدد مخاطر اللي كتهدد الاطفال ديالهم ترافايور، يعني اللي كيمشيو يخدموا ما عارفينش المصير ديالهم شنو كيواجههم، شحال من اطفال يقدر يطرى لهم يعني المهم تحرش، يعني بزاف ديال الحاجات اللي حدهم هما مازال صغار. اذا الاباء جاهلين، عندنا اولا الفقر وعندنا ثانيا الجهل. انت الا ما كانش عندك بزاف تكتب ثلاثه ديال لي كوز على الاقل، ماشي تكتب وحده ولا جوج، على الاقل ما عندكش ما دي تفكر وتكتب ثلاثه، يعني اول وحده تربطها بأون سويت، عاوتاني دير اولا بحال اولا ثانيا ثالثا، ضروري خص يكونوا داك لي زانديكاتور أون سويت، ودير عاوتاني من بعد في الاول كنبداو تو دابور اولا أون سويت، ومن بعد كنديرو أون فان، واخيرا هو ليشيك سكولير، يعني حتى السقوط، يعني لانه كيسقط سقوط مدرسي، يعني ماشي السقوط يعني كيفشل، يعني الفشل يعني ما كيعرفش يقرا لظروف معينه، هاد ليشيك سكولير تيساهم في انه صافي ما كيقراش، ديما ساقط ساقط كيخرج. صافي قلنا الاسباب، دابا نشوفو النتائج السلبيه ديال هاد الخدمه ديال الدراري الصغار. Le travail des enfants engendre des répercussions. تأثير répercussions négatives, تأثيرات سلبية sur les enfants eux-mêmes. على الطفل نفسه كيعطي واحد التأثيرات سلبية et sur la société dans son ensemble أو على المجتمع بصفة عامة. دونك نشوفوا دابا. دونك هنايا ما بين النتائج السلبية عندنا أولا premièrement أولا la déperdition scolaire. يعني لابوندون سكولير، يعني كيتخلاو يعني كيتي كيغادروا المدرسه، هذه اول حاجه يخرج يخدم اذا صافي راه ما يبقاش يقرا. ثانيا يعني من غير دي بيرديسيون سكولير، يعني التخلي على المدرسه، يعني كيغادروا المدرسه، الهدر المدرسي، يعني الهدر المدرسي، لا سيرفيسمون، لا سيرفيسمون يعني العبوديه، يخدم هو باقي صغير يخدم، يعني قال له سير هكا سير هكا اجي هكا اجي هكا، يعني ما كتبقاش عنده شخصيه. عندنا عاوتاني لابغوتيسمون، لابغيتيسمون يعني كيخرج بكري ما كيبقى مضبع ما كيفهم حتى شي حاجه، يعني يولي كوم اون بيت. من بعد لا ديزومانيزاسيون دو سي زونفون، يعني هاد الاطفال هادو ما كيبقاوش يعني داك الجانب الانساني ما كيبقاش عندهم، من صغر وما خارجين يخدموا، يعني هادو بزاف ديال السلبيات كيوقعوا ليهم. دونك نشوف
شنو اخر؟ دوزيامون سي زونفون سون كونداني ا فيفر دون لا ميزير، ملي هو كيخرج من القرايه في واحد السن اللي هو مبكر، يعني ما بقاش كيقرا ما يخدم شي خدمه، يعني تحكم عليه بالقهره والفقر حياته كلها. شنو يبقى يخدم؟ يبقى عا كيلبق يخدم هنا ويخدم هنا، يعني صافي حياته كلها مشات. يعني سي زونفون سون كونداني ا فيفر دون لا ميزير، يشوف القهره والبؤس tout au long de leur vie, يعني حياتهم كلها، puisqu'ils quittent souvent l'école pour aller travailler. بما انه ديما كيغادر المدرسه ويمشي يخدم، هيخرج من المدرسه هيولي يعني مقهور. finalement ces enfants ne mènent pas une vie normale. واخيرا هاد الاطفال هادو من بين النتائج السلبيه كونسيكونس نيجاتيف ما كيعيشوش حياه عاديه طبيعيه بحال الاطفال لو ترافاي leur ôte le droit d'aller à l'école. يعني هاد كينزع عليهم هاد الخدمه هادي الحق ديالهم انهم يمشيو يقراو، دو جوي انهم يلعبوا، دو غير انهم يضحكوا، يعني كيهزوا المسؤوليه على بكري، يعني ما كيبقاش عندهم الحق، كيوليو عايشين غير في القهره وفي الفقر وفي لا ميزير، وكيبقى عايش مضبع، يعني عندهم بزاف واحد السلبيات على النفسيه ديالو، على الحياه ديالو، على المستقبل ديالو. دونك دابا حنا شفنا شنو؟ شفنا الاسباب، حيتو ما قالوا نفسو اعطوني الاسباب وعطيونا لي كونسيكونس. دابا شنو نشوفو؟ الحلول. الحلول عاوتاني خصنا نخدمو بهاد الطريقة هادي، نطرحو واحد السؤال بحال هادو لي بالزرق، كتبين بلي الأستاذ دابا انت راك دخلتي للحلول، ومن بعد كدير تلاتة الحلول ديالك، إلا عندك بزاف كتب بزاف. داكوغ؟ دونك نو دوفون رياجير، يجب علينا يعني نتحركو رياكسيون، نديرو ردة فعل فاس أ سو فينومين، يعني ضد هاد الظاهرة هادي. Et il existe ou كاين des mesures simples et convenables. يعني وراه كاين واحد الاجراءات اللي هي بسيطه وكونفونابل، يعني مناسبه بور ريدوير باش نقلصوا اي سوفي ونقضوا لافونيغ دي جونيس. اذا هاد الجمله هادي كتبين بلي انت راك دابا دير الحلول، بلاص ما تقول اي لي سوليسيون سون لي سوليسيون سون، ما جاتش. اذا كدير واحد العباره كزوينه، يعني في اي تكست غتكونو كتخدمو بهاد الطريقة ديرو نفس الجملة. نو دوفون غياجيغ فاس أ سو فينومين، ضد الظاهرة اللي هي انت هضرتي عليها ديجا، ما تعاودش كتبها، غير كتبدل شي حاجة على حسب لو سوجي. اون بخومي ليو، يعني كنديرو أولا. دابا انت عندك سوجي واحد فيه دابور دابور، دابا ما تبقاش تعاود ديما دابور، درنا دابور من بعد درنا بخوميغمون، دابا درنا اون بخومي ليو، يعني أولا ابورتي دو ليد فينونسي، يعني تساعد داك العائله ماديا، او فامي نيسيسيتوز، يعني داك العائله اللي هما محتاجين بلاص ما يخرجوا ولادهم، شو حنا نساعدوهم، نلقاو خدمه للاب مثلا، يعني المسؤولين ماشي انا ولا انت ولا هادي، يعني المسؤولين نعاونوهم ولا الناس ولا الجيران، المهم اللي نعاونو صافي. اون سيكون ليو، ثانيا سونسيبيليزي لي بارون، نمشيو نوعيو الاباء، نوعيوهم دو دونجي كي مناس، يعني المخاطر اللي كتهدد لوغ زونفون، يعني لونديكاب لا مالادي، انه يقدر شي خدمه شاقه عليه يقدر يولي معاق، انه يمرض يموت. اذا نمشيو نوريهم بزاف، يعني لاغسيلمون التحرش، كاين بزاف ديال الحاجات اللي عادي ولادهم الا خرجوا. اذا نمشيو نوعيوهم، هادو حلول اخرين، يعني نعطيهم فلوس ما نعاونوهم ماديا، نوعيوهم. دو بليس ايضا سانكسيوني، نعاقبو سو كي، يعني سو هادوك هؤلاء اللي كي اكسبلوات كيستغلوا لي زونفون الاطفال دون دي ترافون دور، في اشغال شاقه، اي دون دي كونديسيون دونجوروز، يعني في واحد الظروف اللي هي صعبه، يعني نعاقبوا هادوك الناس باش ما يبقاوش يخدموا الدراري الصغار. فينالمون واخيرا لي زورغانيزاسيون ناسيونال اي انترناسيونال، المنظمات العالميه الوطنية والعالمية، لي زاسوسياسيون والجمعيات، لي سيتوايان المواطنين، هادو كلهم دواف توس انترفونيغ، خصهم يدخلو افان دو رياليزي اون ابوليسيون باش يلغيو هاد ليفيكتيف دو سو فليو. دونك غنشوفو دابا لا كونكلوزيون، يعني كنديرو كتكون عندك شي ارغيومون اخر ارغيومون كتعطيها ولا المهم اون سوم، يعني ختاما لو ترافاي دي زونفون ات ان فينومين، واحد الظاهرة كومبلكس معقده، يعني بصفه عامه هاد الخدمه هادي راه ممكنش تحيدها ولا صافي ما تبقاش، راه ظاهره معقده. دونك il faut prendre des mesures aptes، يعني خصنا ناخذ واحد الاجراءات pour sauver ces innocents، يعني باش ننقذوا هاد الابرياء. دونك هنا ناخذ دي ميزور ابت، يعني كونفينابل، يعني واحد الاجراءات اللي هي مناسبه باش نحميو هاد لي زينوسون، هاد الابرياء.